نبدأ معكم مشاهدينا أخبارنا لحلقة اليوم، وفي خبرنا الأول حيث كشفت قوات أمن الحج لشؤون المرور أن الحركة المرورية الخاصة بحركة وتنقلات حافلات الحجاج والسيارات الخاصة بالخدمات لم تؤثر على منظومة الحركة المرورية للعاصمة المقدسة والطرق المحيطة بها، مع مراعاة لسكان منطقة مكة المكرمة وعدم تأثرهم بعمليات التنقل والحركة في الشوارع. وأوضحت أنه تم إحكام الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة عبر نقاط فرز وتحكم للتأكد من دخول السيارات المصرح لها، وإعطاء مجال ومساحة للحافلات حتى تسلك الطرق المحددة بعبورها بكل يسر وسهولة. بالإضافة إلى ذلك، شددت على أن الخطة المرورية تعد من الخطط الرئيسية في منظومة الحج، لذلك قامت وزارة الداخلية والأمن العام ممثلة في الإدارة العامة للمرور بعمل خطط استراتيجية واضحة تتوافق مع المتغيرات والتطورات على الطرق وحركة المركبات، إضافة إلى توافقها مع خطط الجهات المشاركة. يعني حقيقي شفنا يعني من جد أهل مكة ما تأثروا أبداً بموضوع أنه والله عندنا موسم وعندنا حج، الطرق ما شاء الله سالكة عندهم والأمور تمام زي ما يقولوا. هو للأمانة لأنه من أشهر عديدة، ترى أنا أفتكر قبل الحج بحوالي 3 أسابيع مريت كان في تشديد ولسه باقي 3 أسابيع، يعني حتى طرق، حتى الجبال، الطرق الوعرة، أماكن دخول المتسللين كلها مغلقة. تسهيل الحركة من أمن الطرق، من الإدارة العامة للمرور، إدارات كثيرة حقيقة كانت تشارك في هذا الموضوع. يعطيهم العافية صراحة. عندنا الآن اتصال مع، بس يمكن الاتصال مو جاهز، لكن خلينا ناخذ الخبر الثاني. مشاهدينا، شهد موسم الحج مراحل تطور مستمرة عبر السنين، إلى أن استطعنا في هذا العام أن نقول عن الحج أنه أصبح حجا ذكيا بامتياز. ومن تلك الخطوات المميزة والمتطورة كانت البطاقة الذكية للحج، دعونا نتعرف عليها في التقرير التالي للزميلة خديجة شاكر. لبيك اللهم لبيك، لبيك، لبيك لا شريك لك. شهدت رحلة التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إذ تم وضع وإدراج حزمة من البرامج والآليات الداعمة الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتمكينهم من الحصول عليها بكل يسر وسهولة، سعياً لإثراء التجربة في ظل التقنية. وتأتي بطاقة الحج الذكي على رأس تلك المبادرات والمشاريع التي أثبتت نجاحها خلال العامين الماضيين، لتخرج إلينا هذا الموسم من طور تجربة ذات نطاق محدود إلى نطاق أوسع ليشمل الحجيج والقائمين على خدمتهم. تعد بطاقة الحج الذكي هوية رقمية تعريفية تحوي المعلومات الصحية والشخصية والسكنية للحاج، وليس ذلك فحسب، بل تمكنه من الحصول على عدة خدمات كإرشاده إلى مواقع السكن والمشاعر المقدسة أثناء تأدية المناسك. يتمكن الحاج من الحصول على هذه البطاقة في موطنه قبل قدومه إلى الديار المقدسة، وذلك بالتنسيق المسبق بين وزارة الحج والعمرة ومنظميها في موطن الحاج. يتم تغذية البطاقة بجدول رحلة الحاج من خلال المسار الإلكتروني وعبر نقاط الخدمة الذاتية ومراكزها المنتشرة. يستطيع الحاج تمرير البطاقة والحصول على كافة الخدمات كاختيار الوجبات وتقديم الاقتراحات، والحصول أيضاً على الخدمات البنكية المرخصة من البنك السعودي المركزي والتي تسهل على الحاج عملية الشراء. ونظير تلك الجهود المبذولة أثناء جائحة كورونا في النهوض بمستوى الخدمات وتطوير التقنية تحقيقاً لرؤية المملكة، حصلت وزارة الحج والعمرة على جائزة مكة للتميز. لبيك لا شريك لك، لبيك. طبعاً معنا الآن على الهاتف مباشرة سعادة اللواء سلمان الجماعي مساعد قائد قوات الحج للمرور، حياك الله معنا. أهلا وسهلا أختي الكريمة. حياك الله سعادة اللواء. خلينا نتكلم بشكل سريع عن ملامح الخطة المرورية المتبعة للعاشر من ذو الحجة في ظل طبعا منع تنقل الحجاج أسيرا على الأقدام. حقيقة ما بشك أنه حكومة المملكة حفظها الله تبذل الجهد الكبير وتمكين الإمكانيات البشرية والآلية لخدمة ضيوف الرحمن، ومن هذا المنطلق حقيقة تقوم وزارة الداخلية الأمن العام مؤثر في إدارة المرور
لوضع الخطط الاستراتيجية العامة للخطط الميدانية وفق المتغيرات بالتنسيق مع الجهات المشاركة بالحج. وحج هذا العام يعني حقيقة كان يعتمد على النقل العام ويعتمد على النقل الترددي بعدد يتجاوز أو يقرب 3000 حافلة، وبرحلات تتجاوز 26000 رحلة خلال موسم الحج. الحمد لله الحجاج الآن بدأوا يستقرون في مشعر منى ومشعر مزدلفة، وأمورهم الحمد لله طيبة. وسوف يكون هناك المتعجل بعد الساعة 12 سوف ينتقل إلى منى، أما غير المتعجل بعد صلاة الفجر إلى منى. طبعا الحج كامل هذا العام لا يوجد فيه مشاة، كل الانتقال الحجاج من مشعر إلى مشعر ومن رحلة إلى رحلة عن طريق النقل العام أو النقل الترددي، والذي أثبت جدواه بشكل كبير. جميل. لواء سلمان، خليني طالما أنت ذكرت سيرة المتعجلين، كلمنا شوية عن عدد الحجاج المتعجلين من أصل 60000 اللي تتوقعوا أنكم تستهدفوهم خلال خطة التفويج في اليوم 12 بعد رمي الجمار الثلاث. والله حقيقة هناك جدولة خاصة بالمتعجلين عن طريق وزارة الحج، ولكن هناك أعداد كبيرة من المتعجلين، ولكن وفق جداول محددة حتى يكون الحج آمن فيما يخص الجائحة أو الحج الاستثنائي، ليكون تدفقهم على الحرم المكي الشريف أو على الجمرات بأعداد محدودة حسب الطاقة الاستيعابية. ولكن الحمد لله الخطة تسير بشكل عام حسب ما وضعت لها وحسب راحة الحجيج في هذا الجانب. طيب جميل. أنا حقيقة بودي لو أسأل تحديدا عن الحجاج من مدينة مكة المكرمة، هل سيتم السماح لهم بالتوجه مباشرة إلى مساكنهم بعد التفويج الأولي في اليوم 12، أم أنه يجب عليهم مثلهم مثل بقية الحجاج التوجه إلى مراكز التجمع ومن ثم مغادرتهم من مكة؟ حقيقة حجاج مكة حسب الخدمة المقدمة لهم من قبل مؤسسات حجاج الداخل أو المجلس التنسيقي، هناك نقاط تجمع في مكة المكرمة لهم لكي ينتقلوا عن طريق مطوفهم إلى مساكنهم أو عن طريق مركباتهم الخاصة التي تم إيقافها في نقاط التجمع داخل العاصمة المقدسة وحسب رغبتهم، لأن ليس لهم طواف وداع والأمور كلها ميسرة، والحركة حركة الحافلات والنقل العام لم يؤثر على الحركة العامة في مكة المكرمة، فالطرق كلها ميسرة ومفتوحة ما عدا المشاعر التي تم إغلاقها فقط للمركبات المرخص لها. جميل. سعادة اللواء، إن كان لك من كلمة أخيرة توجهها إلى الحجاج فيما يتعلق بحركة المرور تحديدا. أنا أحمد الله سبحانه وتعالى وأحمد فضله أن أنعم علينا بهذا في هذا الوطن المعطاء بهذه الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وأتمنى لهم حجا آمنا، وأتمنى لهم السلامة المرورية أثناء مغادرتهم وأثناء تنقلهم من مكان إلى مكان. سعادة اللواء سلمان الجماعي مساعد قائد قوات الحج للمرور، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. حقيقة موسم الحج يعني مراحل متطورة شهدتها هذه العام، وعندنا برضو أيضا الخبر الثالث، يعني تواصلت حقيقة اللجان الإدارية الموسمية وواصلت مهماتها في منافذ العاصمة المقدسة في مراكز الشميسي، التنعيم، البهيتة ومراكز الكر أيضا، وواصلت أيضا إصدار القرارات الإدارية الفورية بحق ناقلي المخالفين والمطالبة قضائيا بمصادرة وسيلة النقل وتأييدها وحجزها ربما لفترة معينة خلال 24 ساعة. أيضا كشف قائد قوات الجوازات في الحج اللواء صالح سعد المربع أن الجوازات تشارك في تنفيذ المهمات من خلال قوة بشرية للعمل بمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بالعوالي لتمرير المعلومات والتعامل مع الأحداث وتخصيص فرق للقيام بالجولات على المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أيضا للتعرف على هويات مجهولي الهوية من المتوفين والمنومين في المراكز الصحية، وأيضا التعرف على هويات التائهين. نشاهد هذا الفيديو ونعود. يعاقب كل من ينقل حجاج غير مصرح لهم بالحج بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال. عن كل حاج غير مصرح له بالحج يتم نقله، وإذا كان الناقل وافدا يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما، والمطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة والتشهير بالمخالف.
معنا الآن مشاهدينا على الهواء مباشرة سعادة العقيد علي أحمد الفيفي، رئيس مدينة أو رئيس عفوا مركز التنعيم الموسمي في مديرية الجوازات. حياك الله معنا. مرحبا ومساء الخير لعموم المشاهدين. حياك الله. بداية سعادة العقيد، خلينا نتكلم عن اختصاصات اللجان الإدارية الموسمية تحديدا في مداخل مكة المكرمة. المديرية العامة للجوازات هيئت لحج هذا العام القوة البشرية المؤهلة والإمكانيات الفنية والأجهزة التقنية المتطورة لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والسلامة. ومن المهام التي تقوم بها المديرية العامة للجوازات إصدار قرارات إدارية بحق المخالفين الناقلين للحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية من خلال عدة لجان موسمية تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة بمراكز مداخل مكة المكرمة بالشميسي والتنعيم. عقيد علي، ريت لو بس تكلمنا بشيء من التفصيل حول الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو الناقلين المخالفين للحجاج، يعني بداية من مرحلة الضبط مرورا بأكيد مراحل متعددة. يتم استقبال جميع الحالات المقبوض عليها من قبل جهات الضبط من الأشخاص المخالفين ناقلي الحجاج بدون تصاريح حج نظامية، والتأكد من اكتمال محاضر الضبط وأن تكون مشتملة على مخالفة واضحة وصريحة نصت عليها الأنظمة والتعليمات، ثم يتم تسجيل المخالفين في نظام الوافدين المطور والتحقيق معهم تحقيقا وافيا وإعداد لوائح الاتهام وإحالتهم للجان الإدارية لإصدار العقوبات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم للتنفيذ لإكمال اللازم حيال إنفاذ العقوبات الصادرة بحقهم. جميل. طيب سعادة العقيد، خلينا نوجه كلمة لكل من تسول نفسه أنه هو يعبث بهذا الأمن ويضبط أو يتم نقل الحجاج المخالفين وخلافه في هذا الموسم. المديرية العامة للجوازات قامت بعدة حملات إعلامية لتوعية المواطنين والمقيمين للتحذير من نقل الحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية، وهذه التوعية الإعلامية حققت أهداف بفضل الله تعالى من وعي المواطن والمقيم. حقيقة يعني مجهودات تشكر عليها، يعطيكم ألف عافية وكل الشكر لك سعادة العقيد علي أحمد الفيفي رئيس مركز التنعيم الموسمي في مديرية الجوازات، يعطيك العافية على مداخلتك الهاتفية معنا. يعني حقيقة أنا كنت جالسة أفكر أنه قديش المساحات كبيرة اللي مفتوحة، كيف ما شاء الله قادرين يغطوا هذه المناطق كلها ويضبطوا كل مخالف يشوفوا كل واحد التصريح اللي معاه، وشفنا البطاقة الذكية وفي الإسور الذكية بالزبط. يعني ما شاء الله صارت الأمور يعني. ترى أنت تتكلم على منطقة جبلية بمعنى الكلمة. صحيح. يعني منطقة ما فيها أي تضاريس مبسوطة، مكة كلها جبال. صحيح. مسألة أنك تضبط الموضوع تحتاج إلى مستحيل خطط وتحتاج إلى يعني آلاف الجنود، بس الحمد لله يعني من خلال خبرة سنوات وخلال خبرة عقود تمكننا بفضل الله بأنه الجهات الأمنية عندها جهود كبيرة وقادرة أن هي تمنع وصول، وزي ما قلت لك أمس يعني المستهدف 0% دخول لحجاج المخالفين، وأعتقد أنه إن شاء الله هذه ستتحقق بإذن الله يا رب. طيب ننتقل لخبرنا الرابع وإلى تقريرنا التالي للزميل عبد الشكور السلمي، يرصد في استعدادات مسالخ جدة الرئيسية والتدابير الاحترازية والوقائية في أعمالها. خلونا نشوف التقرير التالي ونرجع لكم. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يعد مسلخ جدة الرئيسي من أكبر المسالخ الآلية والمطورة في المملكة العربية السعودية، والذي صمم وفق معايير عالمية وتوفير الشروط الصحية اللازمة، ويبلغ طاقته الاستيعابية 5000 رأس من الأغنام و500 رأس من الجمال والأبقار يوميا. مساحة المسلخ التقريبية 2500 متر مربع، تحتوي على حظائر بيع تقريبا 1160 حظيرة، كما يحتوي على حظائر انتظار 40 حظيرة،
طبعا يتم استقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك للمواطنين المقيمين بإذن الله تعالى خلال هذا العام، ويتم الاستعدادات الآن على قدم وساق. يتضمن المسلخ على العديد من المرافق الداخلية، منها حظائر الانتظار وحظائر بيع الأغنام على مرتدي المسلخ، وجميعهما تخضع للفحص البيطري لضمان سلامتهما. أهم الملاحظات التي يجب أن نلاحظها في مقابل الذبح إنه الحيوان يكون مرفوع الرأس، ويكون الجلد حقه طري، ويكون الجلد حقه ناعم، ليس به كسور في الحيوان وليس به قروح، عدم وجود إسهال، البراز يكون طبيعي، الأكل حقه يكون طبيعي، عدم وجود لعاب أو لعاب في يخرج من الفم. هذه أهم الملاحظات في الحيوان ما قبل الذبح. بالنسبة للكشف ما بعد الذبح، أهم الأشياء اللي بنلاحظها، أول حاجة بالنسبة للمظهر العام للذبيحة والشكل العام للحم، لازم يكون اللحم لونه حقه وردي، ليس مصفر ولا محمر ولا مائل للبياض شديد، هذا اللون بالنسبة للون اللحم. أهم الأشياء اللي بنكشف عليها في الذبيحة، بالنسبة للكبدة لازم يكون اللون حقها طبيعي، ما يكون فيه اصفرار ولا يكون فيه بياض، ولا يكون الحجم حقها طبيعي، ما فيه تضخم، الملمس حقها طبيعي. بالنسبة للقلب نبحث على القلب، أهم الأشياء في القلب مرض الحويصات الشريطية، بعد ذلك بنكشف على الغدد الليمفاوية عشان نلاحظ إنه فيها أي خراجات أو أي تضخم أو أي احتقان، وهذا بالنسبة بشكل عام بالنسبة للكشف على الذبائح. خصص الطابق الأرضي لفرز المخلفات من موقع الذبح بأعلى المواصفات الصحية، ويحتوي على غرف لفرز المخلفات بأنواعها. بالنسبة للتخلص من مخلفات الذبائح، يتم التخلص منها عن طريق مجاري تؤدي إلى البدروم، بحيث أنها لا تتراكم في المسلخ أي جلود أي مخلفات الحيوانات، يتم التخلص منها عن طريق هذه المجاري وتؤدي إلى البدروم. البدروم يتم استقبالها ووضعها بترتيب معين ويتم التخلص منها بشكل آمن. المسلخ مجهز بصالتين إضافية في مواسم الأعياد، والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأخرى للنساء. لقناة إقرأ، شكور السلمي، جدة. لبيك اللهم لبيك 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 لا. أهلا بكم مشاهدينا. تتمركز في أرجاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مراكز ميدانية سريعة الاستجابة للدفاع المدني، يعمل فيها فرق متنوعة للإطفاء والإنقاذ، وأيضا فرق التدخل السريع والإشراف الوقائي للعمل على تهيئة بيئة مناسبة وآمنة للحجيج وكافة القطاعات التي تقوم بالعمل في خدمة الحجاج. وتعمل آليات الدفاع المدني على زيارات مستمرة لمفتشي السلامة في كافة المشاعر المقدسة لإزالة أي مسببات تهدد سلامة الحجيج. معنا على الهاتف الآن المقدم محمد الحمادي، المتحدث الرسمي للدفاع المدني في الحج. مقدم محمد، السلام عليكم، مساك الله بالخير. عليكم السلام، مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. يعني كما نعلم مقدم محمد، الجهود كبيرة للدفاع المدني دائما وهي تظهر على السطح، حبذا لو تعطينا يعني إلماحة شاملة عن أبرز الجهود المقدمة في المشاعر المقدسة خلال هذه الساعات. حرصت المديرية العامة للدفاع المدني على إعداد خطة تعنى بتحقيق السلامة والحماية في حجاج بيت الله الحرام. هذه الخطة تضمنت العديد من الإجراءات والجوانب، يعززها الأول الجانب الوقائي من خلال الوقوف على كافة مساكن الحجاج في العاصمة المقدسة ومخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة، وأيضا مقرات العاملين على خدمتهم، حيث يتم التأكد من تحقق هذه المواقع لمتطلبات السلامة والحماية الحريق وتحقيقها للحد الأعلى لمستوى السلامة، وأن تكون بيئة آمنة وسليمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام قبل قدومهم وأثناء فترة إقامتهم لأداء النسك خلال هذه الفترة. هذه الإجراءات التي تتم
تكون في وقت مبكر، وعند قدوم حجاج بيت الله الحرام تبدأ أعمال الدوريات والجولات داخل هذه المواقع للتأكد من عدم وجود أي مسببات الحوادث ويتم إزالتها بشكل فوري، وأيضا للتأكد من كفاءة عمل أنظمة السلامة والحماية وإرشادات الاشتراطات الموجودة أن تكون في كفاءة عالية جدا بحيث تحقق بيئة آمنة وسليمة تهيئ الجو الروحاني لحجاج بيت الله الحرام لأداء نسكهم بكل طمأنينة. نعم، أنا كنت سألتك حقيقة مقدم محمد في وقت سابق عن منى وما تحويه من تفاصيل عديدة، وما إذا كان الدفاع المدني قادر على الوصول على أي عند حصول مثلا التماس كهربائي أو حريق لا قدر الله، هناك تفاصيل وهناك أماكن ربما تكون ضيقة، هل الدفاع المدني قادر فعلا أنه يصل إلى كافة نقاط مشعر منى والمشاعر المقدسة بشكل كامل؟ بالتأكيد، الحقيقة الإجراءات اللي ينفذها الدفاع المدني والتي تب الخطر من وقوعه أو تحد من تأثير في حال وقوعه، لذلك يتم التأكد من كفاءة الأنظمة المكافحة الذاتية والاستدارية في هذه المواقع، انتشار لفرق ودوريات الدفاع المدني للسلامة وسواء الراجلة أو باستخدام الدراجات النارية في هذه المواقع، أيضا جميع هذه فرق التدخل السريع التي تصل سريعا لتحقيق زمن استجابة عالي جدا، جميعا مهيئة للتعامل الفوري مع أي حادث أو أي بلاغ لا قدر الله. أيضا مركز عمليات الدفاع المدني بالحج يتابع باستمرار أي بلاغات قد ترد ويتم مباشرة تحويلها ميدانيا لتحقيق أيضا زمن استجابة عالي جدا. منظومة العمل والانتشار الميداني لمراكز الدفاع المدني سواء الثابتة أو المتحركة جميعها وانتشارها بحيث تغطي كافة أرجاء المشاعر المقدسة وتضمن تحقيق استجابة عالية وأيضا تمنع حدوث أي حادث لا قدر الله من خلال الجولات المستمرة طوال موسم الحج. الحقيقة تكون على الجولات على مدار 24 ساعة من قبل مفتشو السلامة للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أو مسببات في هذه المواقع ويتم تلافيها، وهذا ما يساعد في عدم وجود بإذن الله أي حادث في هذه المواقع. المقدم محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني في الحج، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، يعطيك العافية.